حالة هلع كبيرة في المنطقة وغضب كبير من طرف عائلة الضحية. وتعرف اللحظة المدينة الجديدة علي منجي حالة استنفار قصوى، وحتى ننقل الصورة عن هذه المدينة وما تعيشه من ليلة أمس أو مساء أمس إلى غاية اللحظة، يلتحق بنا عبد الجليل حنديس مراسل تلفزيون النهار بولاية قسنطينة. صباحك سعيد عبد الجليل، ما الجديد فيما يتعلق بهذه القضية وما هي حالة عائلة الضحية وعائلة الجاني كذلك؟ صباحك يا سعد زميلتي هاجر. نحن الآن متواجدون في حير بنية مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي. ربما عادت الحركة العادية نوعا ما إلى المدينة الجديدة علي منجلي، خاصة بعد ظهور أخبار أنه الجاني تم القبض عليه من طرف مصالح الأمن. الكل هنا في حالة ترقب ربما حول جديد القضية أو جديد التحقيقات. نحن سنحاول نقل أجواء إن أمكن مع أفراد العائلة اللي راهم في حالة من الحزن كبيرة وكبيرة جدا. سنحاول نقل الأجواء من هنا من المنطقة الجديدة من المدينة الجديدة علي منجلي في موعدنا الإخبارية لاحقا إن شاء الله. زميلتي هاجر، إن شاء الله جزيل الشكر لك عبد الجليل حنديس وأنت تتحدث.